بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني المشاهدين، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير حسب الوقت اللي تشوفوني به. الناس مو مشاهير مثل أخوكم المتواضع عبد الله الفقير، ما تكون سيرتهم أو حديثهم عن أمور يعني مروا بيها ربما تكون مو مهمة للآخرين، وربما البعض يشكل أنه من تكون حتى تنشر يعني قصصك أو يعني مسيرتك ومسيرة أهلك وناسك. لكن وانتبهوا لكلمة لكن، لكن إذا الإنسان حب ينشر خصوصا صاحب المحتوى حب ينشر مسيرته، مسيرة عشيرته، مسيرته يعني الأمور اللي مرت به بحياته، وإذا ترافقها طرح أو روايات أو يعني كلام عن الظروف العامة المدينة المدينة اللي عاش بها، الظروف المحيطة بالبلد كذا، حوادث تاريخية، تكون هاي جذابة للمتلقي، وطبعا ترويها بطريقتك الخاصة وبالظروف اللي مرت بيك، فهذه راح تكون محبذة. أنا من هذا الباب راح أكتب أو بالأحرى راح أنشر أمور مرت بي بحياتي من ولادتي إلى يعني مكان المنطقة اللي انولدت بيها ونشأت بيها، وبعدين تنقلت إلى أن حياتي حاليا بعيدا عن العراق والمنطقة العربية. نبدأ على بركة الله، وأتمنى اللي هواة هذه المواضيع أن يتواصلون ويانا، أي شيء احنا اسئله حاضرين وان شاء الله خدمونا ونخدمهم. خدمه للتوثيق الامور التراثيه اللي بالمنطقه، منطقه العراق جنوب العراق تحديدا. نبدا على بارك الله. اول شيء انا قلت لكم انا وين المنطقه اللي راح اتحدث عنها. انا ولديت في منطقه ريفيه تقع بين مدينه الناصريه وناحية أو بلدة البطحاء اللي تتبع داريا أيضا للناصرية ضمن محافظة ذي قار العراق الحبيب. المنطقة اللي انولدت بها لو شبهت لكم طريق اللي مار من محافظة المثنى السماوة ورايح للناصرية، لما يتعدى البطحة اللي ما قلنا أوه اللي هو أول ناحية أول مدينة تتبع محافظة ذي قار بعد نهاية الدراجي محافظة المثنى تبدي البطحة وعلى جهة الناصرية. أنا صرت بين البطحة وبين الناصرية، المنطقة اللي إحنا وعشنا بها المنطقة الريفية بين البطحة والناصرية. زين، طبعا نفوس البطحة محسوبة على نفوس البطحة. زين، وانت نازل من البطحة للناصرية وطبعا وانت قادم من السماء وكذا المناطق الفرات الاوسط، الشط الفرات كانما اوصف لكم لاين الشط الفرات منها، وبعدين مسافه مو قليله يعني، بعدين طريق السماوه الناصريه القديم، وهو ما غيره هو بعد هو القديم هسه اصبح سايدين، وبعدين سكة القطار منها متوازيات يعني سكة القطار منها القياسي الحالي. في السابق لما الأهل هاي المنطقة اللي كانوا ساكنين بها بعد تروح مسافة أيضا كأنك شوية وتبدأ طريق البادية، هذا أو مو البادية يعني حقول مزارع الحنطة والشعير، بس بعدين فعلا تبدي بعدين البادية الطريق المتري القديم طريق السكك الحديد ما كان هذا القياسي، فالمتري اللي هنا. زين، احنا الاهل سكنوا لحد ما انولدت انا بهذه المناطق بس متنقلين،
بعد سكة القطار، يعني نهر الفرات هنا مسافة، بعدين قلنا طريق السماوة التبليد مال السيارات، بعدين هنا سكة القطار، احنا على جهة سكة القطار منها وبعد الصحراء، يعني منها زراعة حنطة وشعير، بس بعدين منها ومثل ما تقول بالعراق يقول شور، على جهة بعدين تبدي البر وتروح على بصية مفصل. زين، الأهل أو عشيرتنا هم بالحقيقة احنا وصلنا، يعني الأصول ترجع السماوة، تاركين السماوة ضمن عشائر في محافظة المثنى السماوة، وجلوا مثل ما تقول من ديرتهم وتركوها. السبب يعني خلافات وصلت إلى اشتباك، يعني قتل بين أحد أو مجموعة موالين للفرمان العثماني، الدولة العثمانية تعرفون كان محتل العراق وبعدين الإنجليزية، فأجدادنا كانوا ضد الإقطاعيين أو الأتراك لأيام الاحتلال العثماني، فصار أحد المتعاونين معاهم من العشائر اللي بالمنطقة هذيك متعاونين مع العثمانيين، فصار شيء يعني المهم، فبعد لازم يصير يعني تركوا مدينتهم، لازم يتم تعرف تبقى ثارات عشائرية، فنسحوا للناصرية. لما اجوا للناصرية يعني ما قدرت عشيرة يعني تخليهم منطقتها، لأن يبدو أنه ذولاك الناس اللي تكاولوا وياهم لهم يعني لهم سلطة، أو لهم يعني قويين شوية عند السلطات العثمانية وكذا، فخشت هاي العشائر أنه يكون ياخذون تجيهم يعني مشاكل من وراء ذول الناس اللي جايين، اللي جماعة عشيرتنا اللي هم العيام، عشيرة العيام. فأجدادنا بعدين سكنهم، خلاهم يعني يسكنون ضمن منطقته، يسمونه حسين آل شيحان، اللي آل شيحان لما تجي من البطحة للناصرية هم صايرين، يعني انت جاي من البطحة على الناصرية هم يسرون عليه دي يمين الشارع قريتين وحدة، وبس عندهم يعني أراضي هاي الحنطة والشعير حتى عبر سكة القطار، يعني بين التبليد والقطار وعندهم على شاطئ الفرات، يعني هاي قريتين هن يسمونه مال شيحان، ابن شيحان هذا أو جدهم اللي سموا على اسمه حسين، قال جماعتنا ما يخالف سكنوا المنطقة هاي وتفلحوا ورعوا غنمكم وكذا، يعني طاهم الأمان مثل ما تقول، لأنه هو حسين الشيحان عنده يعني علاقات وحلف مع المنتفج اللي هم كانوا حكام المنطقة آنذاك، فما خاف من مشاكل تبعات عشائرية، فجماعتنا سكنوا بالمنطقة هاي وعاشوا وصاروا. أول ما سكنوا أهلنا قبل كانوا عدة بيوت في منطقة قريب على تل العبيد، يعني تنقلوا هاي رعي ويتفلحون، ما صار عندهم قاعد، يعني تعرف مو أرضهم هاي، فتعرف العشائر كل من قاع وقاعد، فأهلنا عاشوا ما عندهم قاع بس تفلحوا وعندهم غنم، يعني هم ساعة بدوا ساعة يتفلحون بالحنطة والشعير، وسكنوا منطقة العبيد أكثر شيء، منطقة العبيد أقاربنا لما كانوا يعني عزوة منطقة العبيد، ولهذا أنا ربما مفاجأة لكم، لما كان تسجيل بعدين يعني تسجيل جنسية النفوس إجا يسجلون المنطقة، إحنا كم يعني بيتي أنا وثلاثة من أقاربنا من ضمنهم إحنا إيش كتبوا لنا بجنس، تعرف قبل ماكو تدقيق، يعني ما مرات يحسبون على أهل سكان المنطقة، فما كتبوا عشيرة شيء، كتبوا باللقب العبيدي، ذولا جايين من منطقة العبيد بالناصرة اللي هي بين البطحة والناصرية، طبعا هي تتبع دارية للناصرة، فمشت لحد الآن بالجنسية العبيد ما غيرناها، تعرفون عشيرة عريقة بالعراق العبيد اللي بكركوك شوخه، وعدة بالناصرية هم من عندهم العبيد، يعني قلنا عشيرة محترمة، يعني
احنا مو من عندهم، لكن ان شاء الله كل الناس خير وبركه. صارت بسبب اللي بالجنسيه، بسبب تل العويده فمشت. الشاهد مالكم بالطويله، جماعتنا عاشوا بالعبيد هذا وتنقلوا منطقة الشقة اسمها، ويعني مع الشيحان شيوخ انفصل ما فصلوا ونزعت عشائرية، بعدين صارت ويا الغزي شيوخ الغزي يا الحبيب، يعني ذا يجرى عليهم يجرى على العشائر الثانية. واحنا يعني كثير امور الناس تحسبنا غزي، يعني تقول انتم من الغزي وحلف، يعني لا ابا عن جد. ومرات يعني كثير من جماعة لا يسألون التمنين، يعني يقول من منطقة تاغز، ما العشائر محترم عشير تاغز وعشنا وياها. المهم بعدين صارت النزول السفر للكويت، عرفون السفر للكويت وأكل الهجرة من الريف للمدينة، وجماعة تعرف ما عندهم ديرة، يعني هي كان المفروض أكو منطقة، يعني المفروض الجماعة ما كان متفتح من ما كان يعني شلون تقول ما كانت من ملك أحد، فهي المفروض أنه صارت مخصصة لعشيرتنا، بس صار خلاف عشيرة شوية عندها تحالف ويا عشائر من ضمن عشائر الغزي طبعا. الله يهديهم، يعني ما أريد أقول أنا ما مو بصدد هذا سوالف نزاعات عشائرية، فراحت وين راحوا، بس ما صارت لأن تعرف يعني جماعتنا فملوا من الطلائب، ناس سافرت هذا الحكي نهاية الستينات بدأ مطلع السبعينات، ناس راحوا للكويت، أنا عندي قارب كثير بالكويت بعضهم لا زال وبعضهم رجع بعدين بعد أزمة التسعين، وناس شالوا للناصرية. واحد من خوالي الله يرحمه ويرحم والديكم سكن سوق الشيوخ، ظلينا احنا بيتين او ثلاثة من ضمنهم بيتنا، بعدين البيتين وثلاثة هم شالوا، واحد منهم طبعا خال الله يرحمه شال للناصرية، ظلينا بس احنا بيتنا بهاي المنطقة، بس احنا بهاي المناطق اللي عشاير. فعشت انا واخواني بهاي المناطق، راح احكي لكم بالحلقات المقبلة عن عيشة بيتنا اللي احنا بس بيتنا. طبعا بعد ما شالوا جماعتنا من العبيد كان عندهم يعني قرية، يعني مجموعة بيوت مو قرية كبيرة، احنا بالمنطقة المنطقة الغربية بالعراق يسمونها الجرية نسبة للقرية، احنا بالجنوب نسميها جماعة نسبة الى الجماعة، يعني هم مصرها فصيح نسبة للجماعة، مجموعة بيوت جماعة آل فلان قصدهم جماعة آل فلان، فإحنا جماعة العيام جماعة العيام. وفعلا إحنا يعني قبل ما نترك المنطقة، يعني مرات نرعى الغنم بالمناطق ذيك الصيف، يعني لما يكون أرضنا اللي سكننا بيها ونرجع لها، لما هذه الوالدة الله يعطيها الصحة راوتني الخرايب بيوطين خرايب، طبعا جرتها حسرة قالت هاي جماعتنا قبل لما كان قرايبنا كلها موجودين، قريب على الخط المتر القديم خط القطار اللي ينزل من بغداد على الفرات الأوسط على الناصرية على البصرة، مو القياسي، يعني جماعتنا بين المتر والقياسي عايشين. بعدين احنا لما ظل بس بيتنا سكنوا أهلي غرب القطار مقابل قرية آل شحف، يعني مقابل آل شحان بس لفوق شوية منهم، كأنك رايح شوية للبطحة يعني، بس بينهم وبين آل شحان دور القطار ما سكنوا ويا آل شحان. منطقة اسمها الكسرة، بس بيتنا الكسرة عندنا غنم، يعني غنم، والوالد يشتغل بسكة القطار، فهو لين شغله بسكة القطار، يعني بعدين احكي لكم قصته شلون بالقطار، ما كان هنا بداها من البصر بالبصرة القطار، وبعدين فلين هو بالقطار خلوه بهذا يعني المقطع مال القطار اللاين يسمونه مراقبته وكذا، فايضا خلى بيته هنا وعندنا غنم وبروش ويعني حلال. بعدين وانا مولود انا ما اتذكرها، يعني احنا ساكنين بهاي المنطقه اللي اسمها الكسره مقابل آل شيحان بيننا وبينهم القطار، الوالده تقول بعدين رحلنا، احنا رحلنا وين نزلنا يعني للاسف كنا على جهه الناصريه، يعني مسافه بس بسيطه، يعني عده بعض بضع كيلومترات، صاروا آل شيحان بالعكس، احنا كنا يعني ابعد منهم شويه على جهه البطحه.
وهم شوي اقرب من عندنا على جهه الناصري. بعدين احنا صرنا بالعكس، احنا نزلنا لجوا على جهه الناصري وايضا بس نفسها يعني على جهه القطار نفسها، ما غيرنا ما عبرنا للسايد الثاني، فصاروا هم فوق من عندنا على جهه البطحه، بس مسافه قصيره يعني. فجينا احنا سكننا هاي المنطقه اللي عشت بيها انا واتذكرها بعدين، وكل احنا موجودين بيها عشنا بيها نزلنا، لان شاء الله الوالد صار اكو عبر الشارع. يعني احنا لما نزلنا انا اوصف لكم هذا القطار هيك، احنا صرنا هنا المكان اللي حطينا بيه شلون يعني جزيره، شلون جزيره، اكو انهر اللي تصعد لفوق تروي هاي الاراضي الزراعيه، تعبر القطار بناظم يسمونه رواي، وتصعد لفوق هاي قريه، هاي قرمه او نهر، احنا نسميها قربه بلهجه عشائر الناصريه، يعني نهر واسع يروي الاراضي وتتفرع منه انهر فرعي. وكذلك قرمه تجي بعدها بحوالهن بينات يعني اقل من كيلومتر تقريبا، والله ما اتذكر يعني تقريبا كيلومتر واقع، هم تعبر القطار وتروح. بعدين يلتقن ذني هاي القرمه اللي تحت العشيره ثانيه، او مجموعه بيوت يعني تتبع من ناس اسمهم اعتقد ال حبيرم او شيء من هالقبيل، مو نفس الثانيه الفوق لا تشيحان، يلتقن بعدين كلمه دجله والفرات بقرمه عدن زين القرعه اللي فوق. احنا حطينا بيناتهم القطار منا، هاي القرمه منا، هاي القرمه منا، جزيره لو لا يعني جزيره، اذا اعتبرت القطار هم كانه يعني حد ماي شبه المائي هم يصير جزيره. قطار قرمه قرمه بالضبط، يعني ما تعبر لنا سياره. لما كان يجينا يعني قاربنا وبعدين اخوي الله يرحمه اشتغل بالطرق والجسور، يعني صار يسلمون سياره ممكن يجي الاهل بيها نزول، يخلون السياره وين؟ عبر القطار منا. ومرات اذا يجون على طريق القرى القديمه كوي يخترق يعني الصحراء هاي على العبيد ويجي بدل لا طريق الناصريه سماوه احنا تجينا السياره، فايضا يظل وراه النهر هذا اللي هو القرمه. فجزيره اللي حطينا بيها كذلك هاي اكو يشان اللي يشم او تلال، هاي اللي بيها تراث وكذا سامع واحد بيها مجموعه تلال، بس هي تلال يعني ما ادري كانت بيوت يقولون يعني الناس قبل ومغروبه وما ادري شلون، فيسمونها مجموعه يشن كانها تلال، بها اثريه والله انا بنفسي لاقين احنا كانه فخاره وشي، فعلا كانت تراثيه. اخر شيء سمعنا الحكومه يعني حتى قبل السقوط كانوا مخلي عليها حراسات وكذا، وبعدين العشائر اعتقد هذا اللي شان نفس العشائر يمكن شايلينه بسيارات يعني مسوين دفان ما دفان محتاجين. المهم احنا اللي شان هذه احنا بسفحه، بحيث مرات انا اتذكر لها المخلين مثل يعني سد بسيط هيك هالعلو نسميه احنا مرز، حتى لا اجى السيل، لا اجى السيل من الشان هذا يروح الماي منا ومنا، بيتنا بسفحه شلون حجي شلون منظر. وقدامنا شويه مسافه يسمونه احنا لوح بالعراق، يعني ارز تنزرع بس هي مو كبيره فيسمونها لوح يعني. مرات احنا نزرعها بس هو مو تابعنا، لان المنطقه احنا جينا يعني مو ملاكها، ف يعني من انا ما اريد اقول الله الله يغفر الذنب للعشائر. شوف من عبن احنا بلد، احنا العراقيين مع الاسف ما بيننا تراحم بيناتنا، الوالد ايش قد يعني احنا عشيره متعاونه مع ذولا ويعني زينوا وياهم الفواتحهم المريضهم دوم رايح وما عنده مصلحه، احنا عندنا حلال وكذا والوالد بالسكه الحديد وعايشين، لكن ما خصصوا اللوح وقالوا ما يخالف يا ابو فلان ابو اسمع الله ابو جميل الله الله يرحمه، ما قالوا له مثل هذا اللوح خليه لك، وهم اللي يروح بغنمه جنبنا احنا على مفترق طرق محول ومتغدي ورايح، اللي يشتغلون يكرون النهر قبل مساح يكرونه، يعني ماكو حفاره تحفر النهر هذا يحتاج عن الطمم وعن كذا فيكرونه، يعني كرو هذا يسمونه مساحي مسحاء او كرك، لا مسحاء ما يستخدمون الكرك، الكرك ما يفيد بالايش راضي، فيجون يتغدون يتريقون، الوالد مرات يودي لهم اذا ما يجي، بس مع هذا لا ذول جهه منا ولا جهه منا قالوا هذا اللوح البسيط اللي هو يعني ما يعني شيء بس بسيط جدا ما قالوا هذا لكم، مرات نزرع مرات لا يخبثون الله يكبر العامل. المهم فعيشتنا هي كانت استمرت سنوات، مرت احداث بينا وبالمنطقه المجاوره وشلون السياسه اللي صارت،
راح ارويها لكم ان شاء الله بالحلقات المقبله. راح بالحلقات المقبله راح ابدي في هاي المنطقه اللي سكناها منها وشلنا لولايه الناصريه، مدينه الناصريه، تركنا العشائر. هاي المنطقه بس طبعا الوالد والوالده لهم احداث بالعشائر قبلي، حاولت اختصر لكم. هاي المنطقة طبعا اسمها الصبطة أو الصبطة، البد يقولون الصبطة أو الصبطة، مكتوبة بجنسيتي كانت الولادة للصبطة. الصبطة هاي عشنا بيها، كنا مجاورين إلى بيوت تبع عشائر، ما إلنا ولا قرايب بيها، قرايب يعني مثل ما قلت اللي راح للكويت واللي راح للناصرية. وعشنا ودرست انا بعديا وصارت احداث قبل ما نشيل للناصر، راح ارويها لكم بالحلقات المقبله وشلون الحياه اللي كانت بالعراق. طبعا قبل ما اختم انا ما قلت لكم انا كنت الـ من افراد الاسرى انا قبل الاخير. يعني احنا اسره من الوالد والوالده طبعا سبع اخوان واخوات، احنا اخوان الولد اربعه والخوات ثلاثه. أنا أصغر واحد بالولد وقبل الأخير بالمجموعة ولد وبنات، أنا قبل الأخير. فهيج عشنا من فترة السبعينات إلى منتصف الثمانينات وشلنا للناصرية. راح أروي لكم شلون مرت أحداث وبلكي يعني تستمتعون بسوالف قبيل. والله يرحم المات والله يتصح على العديل والعايش بيننا، والله يغفر ذنب للي قصر ويانا، والله يجازي كل خير اللي وقف ويانا، لان اكو ناس راح اروي لكم هواي ناس مواقفها زينه واكو ناس مواقفها مو زينه. بس انا كلامي مجرد يعني ارشيفي، لا قصدي انتقد اللي مو زين ولا يعني اتملق للزين، مجرد ناس راحت الحال سبيلها، بس مجرد ذكريات هاي من عمر راح. تحياتي لكم ونلتقيكم إن شاء الله.